السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتوحشتكم بزاف. هذه مدة ما درت لكمش دي فيديو لأن كان عندي مشكل صحي، كنت مريضة، ومن بعد بديت الخدمة ديالي. أنا كما قلت لكم أنا كنخدم مربية أطفال، ما كيكونش عندي الوقت بزاف. واليوم على حسب الطلب ديال بزاف ديال الأخوات بغاو ندير لهم الكنافة. درتها ان فوا في اللايف، ولكن كاين الناس اللي جاوا روطار وطلبوا مني باش نعاودها لهم. هذه هي البنات الكنافه، هذه الكنافه عرفتوا كتجي واعره واعره، كتجي رائعه. هانتوما شوفوا الموتزاريلا كيفاش كتكون فيها، كتجي رائعه. والصراحه هذه كتكل سخونه، واخا بردت راها كتكل بارده. انا كتعجبني الصراحه واخا بارده. هي البنات راه ما تشبعوش منها، رائعه زوينه بزاف بزاف. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وما تنساوش لايكيو لي فيديو بارطاج، ونتمنى تابوناو، ونتمنى تطوعوا الجرس باش يوصلكم الجديد. واللي كنتمنى لكم ان شاء الله انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحه وفي صحه جيده ان شاء الله. نتمنى الله يهز علينا هذا الوباء وتولي المياه الى مجاريها، ونشوفوا الاحباب ديالنا والاقارب ووالدينا ان شاء الله. ونتمنى لكم توفيق وسعادة في حياتكم. والآن غادي ندوزو لطريقة التحضير. سيروا البنات المشاهدين، كنحتاجو جوج كيسان ديال الماء يكونوا نفس العبار. أنا درت هادو، كاس ديال السكر سنيدة، وواحد لاغونديل ديال واحد دائرة ديال السيترون اللي هو الحامض. Et pour le sirop, on aura besoin de deux verres d'eau. Voilà, la même taille et le même verre de sucre. Une rondelle de citron. Et voilà. On va verser les deux verres. Donc, juste ça c'est un verre. On rajoute le verre de sucre. Rajoute le sucre. Voilà. On rajoute la cuillère. On va développer la rondelle de citron. غادي نحطوه فوق البوطه على نار هادئه. دكور كنوجدوه هو الاول. اون بريبار دابور لو سيرو اي ابري اون باس ا بريباري الكنافه. فوالا دابا غادي نحطو فوق النار هادئه. ودابا درنا السيرو ديالنا فوق الكاز، غادي نحركو شويه هداك السكر يدوب. اون فابيا ميلونجي، اون امي لو سيرو سور لو كاز، اون فابيا ميلونجي اي ابري اون فاليسي جيسكا ك اون اوبتيان نوتخ سيرو. غادي نخليوه يطيب حتى يولي السيرو ديالنا يوجد، وما نخليوهش حتى يولي ثقيل بزاف باش نسقيو به الكنافه ديالنا. ولهاد الوصفه ديال الكنافه البنات كنحتاجو شعيره الكنافه. بور سيت غوسيت اون اورا بوزوان دو شوفو دو كنافه. اون فالي كوبي، نقطعوهم ونحلوهم. فو لي كوبي، فو لي زوفغيغ بيان كوم سا افيك لي مان. فوالا، نحتاجو 250 غرام ديال الزبدة. نوغا بوزوان 250 غرام دو بوغ، موتزاريلا، لا كريم فريش، القشدة الطارية، ونحتاجو اللوز للتزيين. فوالا، هذا اللوز مهرمش وهذا اللوز اون فوي بحال هكا. فوالا، نوغا بوزوان دي زاموند ولا دي بيستاش ولا سكونيما. اي ماتنون غادي نذوبو الزبده ديالنا. اون فافير فوندغ لو بوغ اي جو روفيان افيك فو. فوالا، ها هي الزبده بعد ما ذوبناها دابخي كنا فوندي بوغ. هيا بسم الله، غادي نسقيو هادي. اون فا ميت سوغ لي شوفو دو كنافا، نديرها فوق شعيرة الكنافا. فوالا، اوب 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 اوب. دابا غادي نحيد هاد البوط ديالي. دابا غادي نبداو نكومونسي ا ايطالي البوغ سورتو لي شوفو دكنافة. يفو فو بيان 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 ميت لو بوغ لي شوفو دكنافة، خصكم تدخلو لها الزبدة مزيان مزيان، مخصش تبقى الشعيرات كاع يتحلو. حاولو باش تبقاو تبسوها ولا تفتلوها ولا فوالا، خاصها كاع تدخل فيها الزبدة البنات.
مشاهدي البنات، انا عندي حلم في البنات، مبغاش تعيب مني. فوالا ها كاع 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 تدخل فيها الزبده. الصوره كتجي رائعه، كتجي فنه ولذيذه. هي كتكل سخونه ديال الموتزاريلا، ولكن راه واخا كتبرد راه كتجي رائعه. انا الصراحه ما كتعجبني ناكلها بارده، لان سخونه كتقهرني. كتعجبني ناكلها بارده، وهي راه كتكل سخونه نورمالمون. باش هذيك الموتزاريلا كتشوفوا الخيوط ديالها كي وهي البنات، هي هي كلها مدمه. هي فوالا، دابا غادي نجيب لو بلا ديالي. فوالا جبت لو بلا ديالي، دهنته بالزبده. فوالا لو بلا، فو بيان لي طالي افيك دو بور. Et on va commencer à mettre la moitié du cheveu de kounafa. On va dire un nus de l'homme à l'oublat. Voilà, pour le chemin bien. Pour le chemin bien, on va dire un nus. On va dire la moitié. باش خليو لهم تقدوها مزيان، تكون قادة. تكون تشوفو مزيان، يفو بيان 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 بيان. Et après, on va mettre la mozzarella et la crème fraîche, inchallah. Voilà. Allez, on dirait la mozzarella et l'oula. Et مشاهدين البنات، كل شيء كاين البنات، كاين الرجال، كاين مشاهدين. الصراحه راه كتجي رائعه. الناس اللي كيبغيوها سخونه راه كتكل سخونه ديال الموزاريلا، كتجي واعره. وانا كتعجبني الصراحه، واخا بارده كناكلها، كتعجبني كنخليها تبرد عاد وناكلها. باش ما تخرجش البنات مع الجناب، حاولوا تخليو شويه الجناب اباغ، تخليوهم فيهم شرطه. ودابا غادي نديرو فوق منها لا كريم فريش. كريم فريش البنات، انا هذه هي لا كريم فريش اللي كتعجبني الصراحه، كتعجبني بزاف هاد لا كريم فريش، زوينه فيها واحد المذاق رائع. سمحوا لي انا كنديرها بصبعي باش نايطاليها مزيان. انا راه كنخدم البنات بيدي كثر ما بالماتيريال. فوالا كنديرها هكاك باش نقدر نايطاليها فاسيلمون. وتقدروا تخلطوها او ميم طون افون تميلونجيوها مع لا كريم فريش، غير انا كتعجبني نديرها. فوالا مشاهدين، اي فوالا فوالا مونسواش كاع حتى لافان ولي سانت. فوالا فوالا، ابخي
غادي ندير نزيدو لا دوزيام اللي بقى لنا لا مواتي، نغطيوها مزيان البنات، ما خصش تبقى تبان الموتزاريلا ولا كريم فريش، خصنا نغطيوهم مزيان باش ما تخرج لناش، ملي تلقاو شي وحده باقيه معقوده حلوها. هاهي البنات غطيوها مزيان مزيان، فرشوها صراحه. هاد الاكله هاد سهله ولذيذه بزاف، لذيذه الصراحه لذيذه. تقدروا ديروها بالفخويساك، تقدروا ديروها بالماسكاربون، صراحه انا ما كتعجبنيش بالماسكاربون. نغطيو كاع هادي فوق بيان كوفغيغ لا موتزاريلا اي لا كريم فريش بيان 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 بيان. نجيبو البنات واحد لاسيط ولا وكنقلبوها مزيان، فوالا اي فوالا اي ماتنو فوالا ميترو فور. خلاص ما نخليوش هذاك، فوالا سي بون فوالا سي بون. دابا غادي نديروها في الفران طيب، غندخلوها للفران اللي سخناه على 180 درجه. ها هي الكنافه ديالنا بعد ما خرجناها من الفران، دابا غادي نخويو عليها السيرو ديالنا سخونه، السيرو اللي صايبناه نسقيوها مزيان. صورة كلشي رائعة. دابخي كنا سورتي الكنافة دو فوغ، اون فا مات لي سيغو كنا بخيباري و فا بيان لاغوزي افيك لو سيغو. فوالا البنات راه كتجي واعره فرانشمون، ايلي موا جادور سيت كونافا افيك لا كريم فريش موزاريلا. سي فو زيمي با لا كريم فريش فو بوفي ميت كي لا موزاريلا، الا ما كتبغيوش لا كريم فريش تقدروا ديرو غير الموزاريلا. المشاهدين ما غاديش نقول البنات او دابا غادي نقطعها لكم سخونه، ها هي البنات شوفوا الموزاريلا كيفاش كتجي، راه كتجي رائعه رائعه. هي نورمالمون راه غادي نخليوها حتى تشرب السيرو، وغادي اللوز انا غادي ندير هذا اللوز. ها هي البنات راه كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف الصراحه، كتجي هائله. وانا كتعجبني اللوز، تقدروا ديروا لها تقدروا ديروا لها البيستاش فاصون تو لي فخوي سيك تقدروا ديرهم فيها. فوالا شفتوا البنات كيفاش كتجي
كتجي واعره، كتجي رائعه الصراحه، زوينه بزاف، انا كتعجبني بزاف. صراحه كتستحق انكم تجربوها، هي زوينه زوينه بزاف، وتقدروا تاكلوها سخونه كما تقدروا تاكلوها بارده. فوالا هذه هي البنات الكنافه اللي وجدت لكم اليوم، نتمنى تجربوها وتعجبكم، ودرتها على حسب الطلب ديالكم البنات اللي يطلبوا مني انني نديرها. شكرا لكم البنات، شكرا بزاف، ونتمنى تعجبكم، ونتمنى نكون في المستوى، وشكرا لكم على المتابعه، ونتمنى انكم تلايكيو لا فيديو، تخليو لي كومونتير، تابوناو وتوطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.